كما يقولوا كل زمان له رجاله، كل زمان عنده ناسه. كما يقولوا دهن السير يسير به طرطاب الخرازه، النقبه تجيب الطير من باب سوس التازه. هكذاك عمر الزاهر الله يرحمه كان يجيبنا هو يزرع وحنا نجيو كي الطيور نقبو، نحبو نسمعوه، نحبو نصنتولو، نحبو نسهرولو الليالي ملي كنا صغار. باسكو عمر شغل الله يرحمه ويسع عليه تما كبرنا به لا جينيراسيون. انا كي فتحت عينيا لقيت بابا تما في الدار ديجا كاين البوبينات، كاين الحاج محمد، كاين لي زونسيان لي قبل عمر، كبرت بيهم بديت نسمع بحاج محمد العنقا ديريكتومون. اه اليوم رانا متواجدين في القصبة باش نتكلموا عليه. دونك انا ما نقدرش نتكلم على عمر الزاهي لانه شخصيه كبيره في قلوبنا وفي ذهننا. الشيخ ربي يرحمه دونك عنده ناسه اللي كانوا اللي عاشوا معاه في وقت، وانما احنا كثرنا هنا في الحومه يعني كان قريب لينا رونفالي لاري روندون، ما يخبركمش انها ماهيش بعيده يعني رانا في الحومه. عنده سر، سر رباني. اه وكل واحد عنده ربي عطاه له سر، عنده موهبه وعنده ابداع وعنده عنده 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 واحد الحاجه يقدر يمدها اللي تخرج من داخل، ما تتخدمش هكذا باللسان برك. القصيد ديالو في الغرام مولوع. في هذا الحي الشعبي العتيق المتكئ على قصبة الجزائر العاصمة كان منشأ عمر الزاهي، أو عميمر كما يحلو لمحبيه تسميته، لتبدأ رحلته مع أغنية الشعبي. والشيخ عمر الزاهي رحمه الله زاد في أول جانفي 1941 واحد القرية واسمها أيت بوماس في ولاية تيزي وزو. هذه أيت بوماس وين زايد الأستاذ الكبير والشيخ كذلك أيت منقلات، لونيس أيت منقلات. من بعد كي جاء هو وعائلته يماه وجده وكذا وصلوا للجزائر العاصمه مباشره في دربوز لوني ارسخي اللي كانوا يسموه بكري رومب فالي، هو معروف. كانوا الناس يحبوه في الحومه في الرومب فالي انذاك هكا كانت اسمها، وكان يقعد في واحد القهوه تاع الحاج سعيد، يقولوا له الحاج سعيد حوشين، كان يقعد في القهوه تما حتى ولات تقريب تاعو، يعني دار له جهه هكذاك وين يقدر يدير فيها التمرينات اللازمه بتاع العمل الفني، وعاونوا بزاف هذا الشيخ وولاده مازالوا موجودين حد الان. هذه القهوه ما بقاتش الان، ولكن لعبت دور كبير في اللقاءات مع الفنانين، لقاءات مع جمهوره، لقاءات
تم اللي بدا كون نفسه وبدا يعمل اول مره. نجري فيه واك ما عييت حتى تنقضى حاجتي، اذا وفيت ما بغيت منك يا روح راحتي. كثيرة هي الألقاب التي تقلدها عميمر على مدار مساره الفني، فهو عمر الرومفالي ومغني زوالية وشبيه الشيخ أبو جمع العنقيس إلى حد بعيد. في البداية كي بدأ يعمل كمطرب شاب ويبدأ يخدم هكذا، كان يشبه أبو جمع العنقيس، كان يقولوا له عمر العنقيس ولا هكذاك، وفرحان بهذاك الشيء الخطر كان يشبه العملاق من الحمالقة تاع الفن ذاك الوقت هو الشيخ أبو جمع العنقيس، حاج أبو جمع العنقيس رحمه الله. من بعد ولات رومفالي، عمار رومفالي. في هذيك الفترة يتلاقى به كمال حمادي وكان مشروع باش يعملوا له أسطوانة. كنت بقريب حال روحي وانا مملوكك الغلام، نخدم نقابل الزحام. كمال حمادي مع محبوبتي كان هو ثاني في المشروع، لخطر الكلمات والموسيقى تاعو تاع محبوبتي الاولين كامل ديك الشمعة وجهلت كل صاحب هذو كلهم تاعو. الور واش يدير؟ شاف القهوة هذاك عند حدا هذاك المكان، وفي الكلام قال له علاش ما نزيدولهاش الحاء آية زاهي، وهذيك آية نحيوها نخليو غير الزاي هذاك نديرو لها الإي نردوه حاء، هي داروا الزاهي. وكمال حمادي يعني انطلق لأول مرة بهذه الكلمة هذه، راحت محبوبتي فرح، الناشر فرح، وعمر الزاهي فرح. اش عذبني لو ما تشفاك زاد لي عاد، زاد لي عاد لي عاد زاد لي عاد، اش صومني لو ما لقوت مرارت لذاته. لم يسعف الحظ كريم الفنان الشاب التعرف على الشيخ عن قرب. لنعات 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 داق لنعات، لكنه يحفظ بعضا من أغانيه ويرددها، ويعتبر الشيخ عمر الزاهي قدوته ومدرسته الفنية. عمر الزاهي سلبك تسمعه اون دو فوا، ميم انسان اللي ما يعرف الشعبي تلقاه يسمع عمر الزاهي اون فوا دو فوا يديكوفر فيه واحد السر اللي نقدروا نقولوا ينسيه في المدارس اللي سبقوا. باسكو حنا وقتنا دركا هاد لا جينيراسيون اللي راهي دركا تقريب كلهم متاثرين بالشيخ عمر الزاهي. منش دايد بعض الاوقات، منش دايد بعض الاوقات، منش دايد بعض الاوقات اللي عليه فاتوا. عذبني لو ما جفاك زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد. اش عذبني لو ما جفاك زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد، زاد لي عاد. اش صومني لو ما لقوت مرار البنات، اش صومني لو ما لقوت مرار البنات. كي قربت ليه بزاف شتو كيف يتعامل مع موسيقي ما كاش لي يعرفه وكيف يتعامل معه، فهمتي؟ الاخرين كيف يتعاملوا مع الاوركسترا تاعهم، مع الحاج أبو جمع العنقيس خدمت مع الله يتعامل مع الموسيقي كي ولادو، كيف فهمتي؟ هادو سما هادو ما سي هاد الشيوخ هادو ما سي سي اون اكسيبسيون كيما نقولوا، هادو التاريخ. الشبيبه هذه اللي جات
تقلد، واحد يقلد عمر زاهي، كل واحد واش يقلد. هي سي بيان بو تقلد عمر زاهي باسكو يعني حاجه قيمه يعني، وجاب بزاف التراث، جاب قصايد جدد في التراث اللي ما كناش نسمعوا بهم وكذا. ولكن هاد لا جينيراسيون لازم حاجه تدي من عمر زاهي، ماشي غير الغنى تاعو هنا ولا كيف يعزف ولا تدي يعني، شوف المعامله كيف يتعامل مع الناس. كل شبر في قصبة الجزائر يفيض فناً عمروياً ساحراً. كل شبر في قصبة الجزائر يفيض فناً عمروياً ساحراً، فأوتار عود الشيخ الزاهي كفيلة بأن تدخل المستمع في متاهة فنية. عمر الله يرحمه الشيخ، كما نقولوا الله يرحمه ويسع عليه، حاجه غامضه غامض، هو غامض موسيقيين ولا حياته الشخصيه؟ ديجا جو بونس انا بالك حياته الشخصيه ما كاش اللي يعرفها غير ربي سبحانه على كل حال. هو وربي هو كان يخدم، ما مشغالات يخدمهم. باش تقول لي انايا كان يقعد في ليله ويبدا الاخر وكان يقول لك واحد يركب هذيك دقيقه ويجي هذيك، كان يخدم. عمر كان يخدم شغالاته، وكان يخدم الهواوات، وكان يخدم في الدار مأطر بالشعارة. شوف يكذب عليك كما يقولوا صحاب الدومين، كيتلف لك ولي البوزة يا أخي. عمر زاهي كل ما تسمعه تاخد عليه، باسكو ما تقدرش دير حاجة. دوك دار كلش عمر، دوك عمر اسمح لي شغل شيخ بلا ما تقرأ عنده بورقة وستيلو، شيخ آ ديستانس كما نقولوا، تقرأ عمر تقرا. نسمعوا كيفاش كان يخدم نصرافات، كان يخدم نصراف مرخو. وفي القصيد كنت نرفد عليها، عمر الله يرحمه كان يخدم الجد مع الجد ليزونشينمون في القصيد، وكان يخدم كيخدم رفده غراميه وحده مرختها، كيخدم في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى في المدح. كنا نرفدوا هذه الامور، وكنت نسمعوا بالاكثريه في البيت وصياح، باسكو في البيت وصياح في الاغنيه الشعبيه هو الصح، فيه تسمع الصياحات وتسمع البيات خصوصا في الاستخبارات، يعني تما اللي تشوفي القدرات دو لانتربريت دو لا شونسون شعبي، تما اللي تشوفي القدرات. وشيخ الله يرحمه كانت عنده واحد كان والع لواحد الدرجه، ربي يرحمه ويسع عليه. اكزاكتومون ايه، كل اسرسيت يبدل كلش، يرينوف ليه كلش كيما نقولوا. عمر تالمون كريم ويقدر الفنان واش دار في المشوار ديالو، يعني سواء كما نقولوا احنا برا معاه ولا ميازني ولا كذا، على كبره ما يخليهش ما يخدمش، كما قال لك شيخ منات دائما يكرمه. شرع الله يا ولفي راني صابر نرتجى، صابر نرجى والوعد طال.
تلقى الموسيقى صغيرا وتلقن أبجدية الفن على يد عمالقته. لم يكن الطريق مفروشا أمامه بالورود، لكنها كانت مسيرة حافلة بالفن والإبداع، خاصة بعدما قدمه محبوباتي للجمهور. عمر الزهي ولا معروف، نسينا عمر العنقيس ونسينا عمر رمفالي ونسينا هذاك المبتدئ، وبقى نجم ساطع سنوات عديدة، وبقى مطرب كسائر المطربين، يعمل الجولات الفنية، يسجل في التلفزيون، يسجل في الإذاعة، يدير حصص استجوابات، يعني كان يحب هذا الشيء، وكان هو مطرب بمعنى الكلمة. خصوصية الشيخ عمر الزاهي الكبرى أنه طوال تلك السنوات كان بارعاً في تغيير وتبديل أقنعته الفنية. ورغم أنه لم يكابد كثيراً من أجل العثور على موطئ قدم وسط الكبار، إلا أنه ظل محتفظاً بجماهيريته في مختلف الأوقات والظروف. وما لسمع حبيبي لهوايا ما يطوع، مال منقسم قلبي من سيوف الكفار. عمر مولوع بزاف بالجد، يحب الجد، يحب يخدم بزاف الجد، يحب يخدم التوسل هادية، علاش يتوسل لله بها الشاعر اللي هو قدور العالمي. عمر ملي كان صغير وديما راه في الفن يخدمها، وبها اللي يحب أولياء الله الصالحين، وتعلم الدين أطرافير القصيد، يعني نقدر نقوله تعلم الدين أطرافير القصيد، ولا يحب الدين من هذاك الباب. وحنا كذلك عمر نحبوه، وعلمنا تما سيتين سورس مملينا باش نفهموا بزاف كلام القصيد اللي يقولوا. الناس ولعت بزاف، ولعوا بزاف بوجمع العنقيس وعمر الزاهي، هالزوج اللي في الجزائر نقول لك بالا كونتيرمو، ولعوا بوجمع وعمر، بصح لا بليبال ولعوا بعمر بزاف. عمر فصيح اللسان، عمر زاد الفوليوم للشعبي، مد كما نقولوا الشعبي تاع عمر مفهوم، يفهموا الصغير ويفهموا الكبير. والبليزير فينا حنا كي نسمعوا عمر، انا قلت لك عنده ما حاجه اللي شغل ميز بها، عنده البيت وصياح. البيت وصياح عمر الله يبارك، حاجه اللي والع فيها في البيت وصياح. من قبل يقولوا كان شويه في المصرف كذا، بالك في البيت وصياح ما كانش لي طابع ديالي. يا الشفيع يا يوم الله، الله الله صدر هادي مبارك، النبي عين الشارف، الله الله بالصلاة على محمد. هذوك الشيوخ كامل اللي كان يقترب منهم كانوا يعطلوا غير القصائد تاع الشيوخ الكبار، وهاد الشيوخ الكبار هما اللي اثروا بزاف على عمر الزاهي ولا باقي معاهم. وهاد الشيوخ الكبار صح كانوا يتكلموا على الدنيا ويتكلموا على الحب ويتكلموا على الطبيعه ويتكلموا على هذا الشيء كامل، ولكن معظمهم يتكلموا على المديح الديني. علاش؟ لخطر هذا الشعبي اللي رانا نخدموا فيه الآن، اسمه قبل 1946 كان اسمه المديح الديني، يعني كل أعمال تاع أغنية الشعبي تقريب كلها مديح ديني. عمر الزاهي شبع روا من هاد القصائد، ولا يرجعهم عند الجمهور، والجمهور كانوا يستقبلهم مليح. القصيد ديالو كامل يعجب، ما عندك ما تخيري، صديق المضرب والمرسوم والوقت اللي تحبي تسمعي هذيك الحاجه ووقتاش وين تجيك، يعني يتخلوا بها بنادم. كيما كيخدم في زورايا عاشقين زورا الملكه بالغسلاميه زيار، يقول غاني ورخيص الكل بايع، والساري ما يساومي الا ما والاه، انا الغاني في كل مشرى مخصومي سويت بعد 1000 دينار. يعني كيقول هذا الكلام هو على بالك وشنو يدوبك يا محينك، لحمك يتشوك. ايه، وهو يقصد بها مكه المشرفه يا محينك. الله الله، ما شاء الله تبارك الله عليه، ربي يرحمه ويسع عليه.
نجاحه أخفى خلفه سنوات من الحرمان والألم عاشها الفنان الشيخ عمر الزاهي، فظل بسيطاً حتى في سنوات توهجه الفني. هو محوش على الشهرة، جات وهي الشهرة هي اللي جات موراه، هي اللي جرت موراه، باسكو هو تلمو تواضع، قال لك من تواضع لله رفعه، وهو تواضع تاع الصح، هو كان يتواضع ماشي يعني كواحد، هو هكذاك مخدوم هكذا، يقدر كل الناس، يحترم كل الناس، تجيب له موسيقي مثلا يجي موسيقي صغير عمره ما لعب، يطلع مع عمر زي يطلع مسكيني خايف ومن أول، لكن ويديروا يديروا على لازم باش ننطلق يعني انطلاق صحيح. والمطرب يعني من المطربين الكبار في نقدر نقول في الستينات أو أواخر الستينات، في الأواخر الستينات يعني كان هو النجم ساطع في سماء الموسيقى الجزائرية. عميروش ورفاقه ممن عرفوا عميمر عن قرب يسترجعون ذكراه، ومعها يتذكرون الفترة التي سبقت رحيله. جوز مسكين ثلاث أيام ترواجور نحاولوا الانتباسيون، كي نحاولوا الانتباسيون أهدر مع البروفيسور هذاك، واش قالوا؟ قالوا شحال عندي مرقش رقدا كيما هادية، هو كان كوما. خرجنا على الستة تاع الصباح جبناه للدار، اطلع للدار قعد بدل حوايجو، حبط النيلسون على الحفاف تاعو حفف، عاود طلع قعد في الجنينه عادي كيما هو كيما ايها الناس، فهمتي؟ هذه يعني اللي فريمون انا قعدت لي ما نقدرش ننسى هذه زامي. راح الغالي راح. بتاريخ 30 من شهر نوفمبر عام 2016 انقطع صوت الشيخ عمر الزاهي بعد صراع مع المرض ألزمه الفراشة لفترة طويلة، لكن أوتار عوده لم تبلى، بل باقية جسراً متيناً لتصل بين الماضي والحاضر. خلاني نبكي ومحير ومفكر وين أنا